امبارح كان برضو بمناسبة السعار، كان نزل نشرة البي سي امبارح قالت ان السلطات البيطرية الامريكية قالت ان هي بتستورد كلاب من مصر، وخلال الاربع سنين اللي فاتوا دول كانوا المفروض يعني بيستوردوا كلاب من مصر، فهي وقفت الموضوع ده عشان خاطر ان لقوا عندهم اربع حالات للكلاب عندهم سعار، وطبعا هم هناك قضوا على السعار خلال السنين اللي فاتت. انما على طول بقى من الجانب الاخر على طول وزاره الزراعه ردت عليهم رد قاطع، قالت ان احنا كده كده اصلا ما بنورطش الكلاب بره، لان هم مانعين ده. وعن لسان متحدثها الرسمي محمد القرش ان مفيش حاجه اسمها تصدير كلاب للولايات المتحده او تصدير كلاب اصلا، والطريقه الوحيده اللي سفر الكلاب بره هي عن طريق ان صاحبها هو اللي يشحنها بره، وعلشان بيبقى انا مثلا معايا كلب عايز اسافر بيه بره، فبسافر مع الكلب ما بسيبوش، وعايز ارجع بيه برجع بيه تاني، فبيبقى معاه الباسبور بتاعه، بيبقى معاه كل حاجه، لكن ما بيبعت له يعني يتشحن بالظبط او يتشحن اللي هو بشكل شخصي، ما بيحصلش طبعا استيراد للكلاب ابدا، لكن ولا بيتورد عن طريق الحكومه ولا عن طريق حتى شركات خاصه.